ضمن الزيارات التي يقوم بها للمرافق الأمنية، افتتح وزير الداخلية اللواء ركن محمد عبد الله القوسي مجمع الإصدار الآلي في إدارة أمن محافظة صنعاء. متابعة. وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي افتتح مجمع الإصدار الآلي التابع لإدارة أمن محافظة صنعاء بحضور محافظ صنعاء وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة، مدير أمن محافظة صنعاء العميد أحمد الماربي اعتبر التدشين في حفل الافتتاح خطوة جبارة ستعمل على إنجاز خدمات الأحوال المدنية والجوازات والمرور بصورة آلية. حتى الأخوة بإدارة ومنتسبي مجمع الإصدار الآلي بالمحافظة بأن عليهم حسن التعامل مع الأخوة المواطنين طالبين الحصول على هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه عليهم التقيد بالانضباط والمظهر العسكري المتميز وتأدية مهامهم وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة، وسنقوم في إطار مسؤولياتنا بالإشراف والعمل على تنفيذ ذلك. وزير الداخلية اللواء الركن محمد القوسي اعتبر أفراد أمن محافظة صنعاء حراسا لبوابة العاصمة، ووصفهم بالظهر القوي، وحث العاملين في مركز الإصدار الآلي على التدقيق والتوثيق والتحري من صحة الوثائق وكشف التزوير والمجرمين. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح لخدمة وطننا العزيز، ولكم الشرف أداء واجبكم في هذه الظروف، ظروف العدوان الغاشم لقوى التحالف. أخواني الزملاء، بالفعل شرف لكم أنكم تؤدوا واجباتكم في مثل هذه الظروف، رافعين رؤوسكم معتزين بوطنكم مؤدين الخدمات لإخوانكم لآبائكم لأمهاتكم في كل مرفق يا رجال الشرطة. اللواء القوسي وجه بإعادة إصدار المطبوعات الخاصة بالإعلام الأمنية صحيفة الحارس الأسبوعية ومجلة الحراس ومجلة الحراس الفصلية وتفعيل البرامج التلفزيونية الخاصة بالأمن، مشددا على ضرورة التصوير الميداني لخدمات الداخلية.